وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله إلى تركمانستان، اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان. وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز أهل البحرين بالحفاوة الكبيرة التي حظي بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لجلالته خلال زيارته لتركمانستان، والتي تجسد المدى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وتركمانستان، كما أنها ستسهم بقوة في المضي قدما بهذه العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين لآفاق أرحب على مختلف المستويات في ظل النتائج الإيجابية الكبيرة والاتفاقيات التي تم توقيعها والتي ستدفع التعاون المشترك في شتى الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، مؤكدا حرص مملكة البحرين على استمرار التنسيق المتبادل بين البلدين في مختلف المحافل بما يعود بالنفع عليهما وبما يدعم جهود إرساء الأمن والسلام في أنحاء العالم. من جانبه أشاد معالي السيد رشيد ميريدوف بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تعاون وتنسيق دائم على كافة الأصعدة، مؤكدا حرص تركمانستان على توطيد العلاقات مع مملكة البحرين واستثمار كافة الفرص لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين، منوها بدور مملكة البحرين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومتمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.